صباح الخير، نأتي إلى السؤال السادس صفحة 48 من قصيدتي قالت الأرض. هذا الدرس طبعا يقول السؤال: ما المقصود بكل من العبارات الآتية؟ ألف: قالت الأرض في جذورها آباد حنين. هنا يدل على أن أو المقصود بها هو أن في تاريخها حنين، وهو حنين الإنسان إلى الأرض. ب: ويحيون في الزمان مثالا، طبعا هنا أي يكونون قدوة لغيرهم ومثلا أعلى. جيم: ودفق من الشبا لا يغيض، طبعا هنا أي العطاء الذي لا يختفي، وقلنا يغيض بمعنى ماذا؟ يختفي في الأرض. فقلنا هنا ماذا المقصود بها؟ العطاء الذي لا يختفي. دال: كأني زرعت فيها السماكة، طبعا هنا دراء أي على ماذا؟ يدل على أو يقصد به ماذا؟ التفاؤل والأمل بالمستقبل. السماكة قلنا بمعنى ماذا؟ النجم النير في السماء، وهذا يدل على ماذا؟ طبعا الأمل بالمستقبل والتفاؤل. السؤال السابع: من مهام الإنسان في بلده العمل والإنتاج ومواجهة الصعاب والإصرار على تحقيق الأهداف. مثل لكل واحدة من القصيدة. طيب، نحن سنأتي الآن إلى الأبيات، وهناك أبيات كثيرة تدل على هذه ماذا؟ على هذه المهام يعني، وفيها هذه المعاني. الآن نحن نريد يعني أن نأخذ أبرزها يعني وأكثرها شمولا. نقول مثلا البيت الثالث يقول: قم مع الشمس وحرك عالما ساهم البصيرة جامع. هنا الدعوة إلى القيام إلى العمل والتحرك والإنتاج. أيضا هناك البيت التاسع الذي يقول: يملأ الخير أرضنا فإذا الشعب نمو وقوة ونهوض. طبعا هنا يدل على ماذا؟ هنا مثلا الخير من الكلمات يعني لا يدل على العمل والإنتاج. مثلا الخير، هناك أيضا نمو وقوة ونهوض، هذه تدل أيضا على هذه المعاني: العمل والإنتاج، مواجهة الصعاب والإصرار على تحقيق الأهداف. هناك أيضا البيت الثاني عشر: أنا فيها الفلاح أزرعها قمحا ووردا وأقلع الأشواك. هنا طبعا يدل على ماذا؟ زراعة القمح والورد، هذا اللي هو العمل والإنتاج، وأقلع الأشواك أيضا مواجهة ماذا؟ الصعاب. إذا هذه الأبيات أبرز أبيات التي تدل على هذه ماذا؟ المعاني. السؤال الثامن: استخلص من القصيدة أبرز القيم التي دعا إليها الشاعر. طبعا هناك قيم عديدة دعا إليها الشاعر في هذه الأبيات. هناك مثلا الحث على العمل والإخلاص فيه، هناك أيضا دعوة إلى التفاؤل والأمل، هناك أيضا الطموح، دعوة إلى ماذا؟ الطموح عندما قد يتسامون، والطموح يعني إذا هنا الطموح، الدعوة إلى الطموح وماذا؟ وتحقيقه، الطموح إلى ماذا؟ إلى الأعالي. طيب، نأتي إلى التذوق الأدبي. هنا السؤال الأول يقول: وضح جمال التصوير في كل مما يأتي. ألف: بي جوع إلى الجمال. طبعا هنا جمال التصوير هو ماذا؟ قلنا صورة فنية. ما هذه الصورة الفنية؟ قلنا تشبيه شيء بشيء. هنا بي جوع إلى الجمال، طبعا هنا شبه ماذا؟ الأرض بفتاة تحب أن تكون جميلة بزراعتها وبنائها. هناك أيضا في النقطة باء: وكل نبض سؤال، طبعا هنا شبه نبض الأرض بالسؤال، وهذا دليل على ماذا؟ أهمية البحث عن المعرفة. ديم: وإذا أرضنا منائر لا تخبو. هنا شبه الأرض بأعمدة الضياء، قلنا المنائر هي ماذا؟ جميع منارة، وهي الأعمدة التي ماذا؟ يعلوها الضوء، وهذا أيضا ماذا؟ يدل على هناك تفاؤل. إذن شبه الأرض بأعمدة الضياء، وهذا يدل على ماذا؟ على التفاؤل. السؤال الثاني: إلى ما يرمز الشاعر في كل مما يأتي؟ الجمال، طبعا يرمز إلى الخير والعطاء. الورد عندما ذكرها في القصيدة يرمز إلى ماذا؟ المحبة. الأشواك أيضا ذكرها عندما قال أقلع الأشواك، أيضا رمز لماذا؟ للصعوبات، تحدي الصعوبات حتى يصل الإنسان إلى أهدافه يعني،
يجب أن ماذا يتحدى الصعوبات، هناك صعوبات تواجهه يتحدها، نكمل في الفيديو الآخر.